السلام عليكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم وصلتني الكوموند ديالي من اهير، بغيت نشاركها معكم ونوريكم كذلك كيفاش تنزلوا من ثمن الشحن. وبسم الله نبداو على بركة الله. فوالا، هادو هما لي برودوي اللي خديت من اهير كيف ما كتشوفوا. هادي لي غوم دي فيتامين، حلويات الاطفال، فعاود ما ياكلوا الحلوه اللي عامره بالسكريات ما فيها حتى شي فائده غير انها كضر الجسم ديالهم. هذه مفيده، شوف شحال من فيتامين فيها، وكل غوم وحده فيها غير غرام واحد ديال السكر. الشكل ديالها زوين، كيعجب الاطفال. فيها انواع ضد الرسوم. انا بنتي كيعجبها فروزن، فجبت ليها فروزن، جبت ليها جوج. كاين عندي هنايا سيتافيل كريم مرطب اللي غني عن التعريف، لقيته بثمن ناقص على اللي كنت ناخذه هنايا في المغرب وجبته. عندي كذلك هنايا الغسول ديال سيتافيل للوجه، البشره ديالي جافه ف كنغسل بيه و لقيتو بالثمن المناسب جبتو. زوين بزاف، سيطافيرة معروفة انها زوينة البشرة الجافة وكتغديها. عندي هنايا كذلك دونتيفريس ديال ماركة جيسون، هاد الماركة اللي معروفة بزاف وزوين الصراحة، فايتة مجرباه، كيبيض السنان وبمذاق النعناع وطبيعي، مفيش غلوتين، ما فيش البارابين، زوين للسنينات، كيبيضهم ما كيضرهمش، حتى هو ثمن اللي صراحه زوين بزاف مقارنه مع المفعول ديالو. عندي هنا هاد لي ماسك، لي دو ماسك ديال الوجه، صراحه زوينين وانا جبتهم حيت كينقصوني من الثمن ديال لا ليفريزون. عندي كذلك هذا ليكرون سولير، صراحه تفاجات من الحجم ديالو اللي كبير، حجم عائلي وكيحمينا من الشمس 45 درجه. جبت ثلاثة حيت جبت ليا واختي والمرات خايب، من بعد ما قريت التعليق انه زوين بزاف صراحة، حتى الثمن ديالو مناسب ما غاليش بزاف. عندي هنا لا فيتامين او الغنية عن التعريف اللي زوين للبشرة ديالنا، كيرطبها وكيغديها خاصة البشرة الجافة، وهنا في المغرب كنلقاوه بثمن خيالي اللي مرتفع الا كان الاصلي، هما داك المزورين راه موجودين وكيأدي لنا غير البشرة ديالنا. هذا زوين، هذا ديجا جربه صراحة زوين. عندي هنا بيوتين، صراحة بيوتين زوين بزاف للشعر ديالنا والأظافر وحتى البشرة، كيعطيها النضارة. أنا يا عندي فجبتو باش يعاوني شعري ولا كيطيح، والضفار كيف ما كتشوفو راهم كيتقشرو عندي، قلت نجرب بجوج. من بعد ما شفت بزاف الناس كيشكرو بيوتين قلت حتى أنا نجرب علاش لا. هادي لا سبيرولين زوينه لفقر الدم صراحه، اول مره غادي نجربها من بعد ما قريت على ان الفوائد ديالها زوينه بزاف، وهنا في المغرب راه كتكون غاليه شويه، فجبت جوج ديال لي بواط. عندي هنا كارميكس مرطب للفم، زوين بزاف بنكهة الكاز وكيحمي لنا كذلك الفم ديالنا من اشعه الشمس. جبت جوج حيت كينقصوا لي من الثمن ديال ليفريزون. وكذلك هاد الماستيك كريم ديال الوجه اللي كيرطب الوجه بزاف، هو صغيور والحجم ديالو صغيور، وفي نفس الوقت راه كينقص لنا من الثمن ديال ليفريزون، علاش هاد العدد هذا ما غاديش يضيعوا، غادي نستافد منهم والوليدات نديهم معانا من المدرسه او نديرهم في الصاك ديالنا حيت كيرطب الوجه واليدين وكلشي. فوالا، هذه المنتوجات ديالي اللي خديت من اير. دابا غادي نقول لكم الاثمنه ديال كل حاجه. بالنسبه للبيوتين فالثمن ديالو
150 درهم فاصلة 68 سنتيم. بصراحة رخيص بزاف مقارنة مع المفعول ديالو، فهو فيه 10000 ميلي غرام وفيه 120 حبة. خليت جوج سبيولين، خليتها ب 54 درهم فاصلة 85 سنتيم، بصراحة رخيصة بزاف مقارنة مع الأثمنة ديال المغرب. بالنسبة لسيطافيل كريم فخليتها 53 درهم فاصلة 33 سنتيم، راكم عارفها في الأثمنة ديال سيطافيل في المغرب. سيطافيل كريم منظف الوجه عفوا خليتها ب 87.98 سنتيم. بالنسبة للكونسولير هاد الماركة هادي جيسون، فهي صراحة شكروها بزاف الناس، ولقيت الأثمنة ديالها هنا طالعة هنايا، فخديتها من هاد السيت هذا بالثمن ديال 75 درهم فاصلة 77 سنتيم. راكم عارفين ليكرو هنايا شحال كيسوا الأثمنة ديالها. هذا دونتيفريس خديتو ب 20 درهم. بالنسبة لفيتامين أ خديتها ب 68 درهم فاصلة 21 سنتيم، بصراحة زوينة بزاف هاد لافيتامين، ما غاديش نمو عليها الا خديتوها. بالنسبه لهاد ليكوم هادو ديال الاطفال، كيف ما قالت لكم صحيين بزاف، عاود نعطيو لوليداتنا الحلوه اللي كضرهم، فنعطيهم الحلوه اللي كتفيدهم وكيستافد منها الجسم ديالهم. بالنسبه لهاد لي تخوا برودوي فهما زوينين صراحه ما غاديش يضيعوا، كذلك كينقصوا لنا من الاثمنه ديال لا ليفريزون. فهاد لي ماسك هادو زوينين كيشكروهم الناس، انا غادي نجربهم اول مره، فخديتهم 8 دراهم فاصلة 77 سنتيم، رخيص بزاف صراحه. هاد الكارميكس هذا مركب الفم كيف ما قلت لكم، كيحمي لنا البشره ديالنا من اشعه الشمس وكيرطبها، خصوصا الفم اللي جاف بيكون كيتقشر. ومنك هاد الكارات هذا خديته ب 17 درهم عفوا و 54 سنتيم، وكذلك هاد لي ماستيك هادو ب 17 درهم 54 سنتيم. واخا هادو صغيورين صراحه زوينين كيرطب، والثمن ديالهم راه مناسب، وكينقصوا لنا ديال الثمن ديال ريفروزو، فعاود ما يطلع راكم غادي تشوفوا غادي تصدموا ان الثمن كينزل. فوالا هادشي اللي خديت. وبالنسبه للثمن الشحن فكان عندي تقامت عليا ب 35 درهم فعوض 150 درهم، 35 درهم فقط. وهاد الكوموند كامله تقامت عليا ب 948 درهم. هادو هما المنتجات ديالي اللي خديت، كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معايا، وما تنساوش تدعموني باللايك والاشتراك، وان شاء الله غادي نجيب لكم ديما الجديد ديال الاير، ونجيب لكم الحلول ومنتوجات اللي كتنقص لكم من ثمن الشحن. وفي امان الله، بسلام عليكم.